مرحبا فيكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الحياة، واليوم نبض الحياة بده يكون من الجمعية الخيرية السورية لأورام الثدي. من هنا كان نبض الحياة فعلا لكثير من السيدات والصبايا اللي فقدنا الأمل بالحياة، لكن أعادت لهم هذه الجمعية الأمل من جديد والحياة من جديد بالوعي وأيضا بالخدمات والأنشطة المقدمة ضمن هذه الجمعية. خلوكم معنا لنكون بجولة ضمن هذه الجمعية لنتعرف أكثر على النشاطات والخدمات المقدمة. تابعينا بجولتنا بالجمعية الخيرية السورية لأورام الثدي، وصلنا لقسم طبعا فحص بالإيكو طبعا للتأكيد إذا كانت السيدة أو الصبية مصابة أو لا. تفاصيل أكثر طبعا عن هذا الموضوع معنا هون الدكتورة اللي هلأ بدنا نعطلك عن شغلك. يعطيكي ألف عافية. الله يعافيك. هلأ تعرف على حضرتك دكتورة سارة ديب. أهلا وسهلا فيك دكتورة. خبرينا بهذا القسم كيف بيتم فحص السيدات بالإيكو، وبالضبط على شو بتعتمدوا؟ هل كمان كافي هون الإيكو لحتى نحن الكشف المبكر لأمراض سرطان الثدي؟ نحن هون نعتمد على الماما وعلى الإيكو وحسب عمر المريضة. إذا عمر المريضة فوق الأربعين فنحن نعتمد بالكشف المبكر أكثر شيء على تصوير الماما. الماما بيتميز بحساسية أكثر، بس الإيكو بيساعد أنه نوعية أكثر لنعرف أنه هي الكتلة شو طبيعتها وين موقعها، فمنساعد أكثر المريضات انه يكشفوا هذا الشيء بكير لنحافظ عليه لانه هن الاساس بهالحياه. دكتوره بشكل عام يعني نحن كيف كمان بنتابع الفحوصات الدوريه وبتشجعي على انه السيده دائما يكون في فحوصات دوريه لحتى الكشف؟ هلا اكيد لازم يكون في فحوص دوريه. اول شغله هي اللي بيركز على هذا الموضوع نوع الثقافه الطبيه، انه هن بس سمعوا انه شيء بالثدي انه بخافوا، انه هو عضو مثل اي بالجسم بيمرض بيتعرض، فنحن لازم نفحص بشكل سنوي حسب عمرك. إذا أقل من 40 صرتي فوق 40 يفضل كل 6 شهور. طلع عنا شيء ممكن مخيف منزيد عنا الفحص، بالنهاية هو يعني حماية إله واطمئنان كمان. دكتورة في مشاكل بتعيق فحص الإيكو؟ أحيانا أنه ممكن في تعاهم المريضة أو ممكن الحالة النفسية، لما غير هيك لا بيكون الفحص كتير مريح يعني، وخاصة أنه بساعدنا بالتحديد أكثر أنه النوعية أكثر. تمام، المناسب لكل السيدات للأعمار؟ للأعمار الصغيرة لا الأكبر، بس لعنا الماما للعمر فوق 40 سنة يفضل الماما لفوق 40. لكن الإيكو مناسب هو لكل الأعمار لأنه الماما كمية أشعته كبيرة فيفضل ما يتعرضوا فيها بعمر صغير. كيف كان إقبال هيدا العام بالنسبة للسيدات؟ هل كان طبعا في تشجيع على أنه يجوا يفحصوا؟ كان في إقبال كبير وكان في تشجيع، خاصة من موضوع نحن الحملات اللي بلشنا فيها قبل شهر الحملة وخلال السنة كمان كان في توعية كتير كبيرة وكان في إقبال كبير من السيدات، وهذا الشيء كتير حلو أنه هون قدرنا نشكل شيء كتير مهم هو الوعي والثقافة الصحية عند السيدات. أكيد كان الشهر الوردي فرصة أكبر أمامكم وأمام السيدات بأنه يتم الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي. كان فرصة أنه حلوة مناسبة للسيدات أنه يطمنوا على حالهم ونكشف الشيء اللي هن ما ملاحظينه، وكان فرصة كمان حلوة لنا أنه فحصنا وشفنا يعني وتعرفنا على هذه المريضات الظروف. إن شاء الله كانت النسب قليلة. الحمد لله كانت قليلة ما كثيرة. في نسب إصابة كانت؟ لا كانت خفيفة. بترجحي هيدا الشيء لأنه كان في وعي؟ كان في وعي كبير وكان في إنه مراقبة أكثر، وصارت السيدة تلاحق حالها إنه تعلموا بداية. أهم نقطة هي الفحص الذاتي، الفحص الذاتي هي أهم نقطة لحتى نكشف إنه في عنا سرطان ولا لا، لأنه أنت مجرد ما حسيتي في شيء مو مزبوط عم تنزلي تفحصي فنحن عم نسبق السرطان بخطوة، وهذا كان شيء كتير مهم مساعدنا. هي لاحظنا انخفاض كتير بالنسبة للتوعية أكثر. شو هي علامات الفحص الذاتي لحتى نحن تشير إلى مشكلة؟ علامات الفحص الذاتي إنه هي بتقسم عنا الثدي لهالأربع أربع مثل الساعة ببساطة، وبتبلش بتلمس بالأصابع براحة أصابع، أي شيء بتحسه بمختلف كملمس عن بقية بنية نسيج الثدي حتى لو إنه حسيته خفيف أو بسيط يفضل إنه تراجع مباشرة، لأنه هي بالنهاية نحن هي صحتها ويعني واجب علينا مثل ما هي واجب عليها إنه تطمن على حالها. طبعا اكيد الحاله النفسيه كثير مهمه للمريضه، وانتم بتحاولوا قدر الامكان بالاضافه للفحص الطبي انكم تركزوا على الحاله النفسيه، فكيف بيتم طبعا التعامل بهذا الموضوع؟ الحاله النفسيه هي اهم شيء للمريضه، وبدايه اول نقطه بنفهمها انه الثدي مثله مثل اي عضو بالجسم رح يصير فيه امراض، مو اي مرض يعني سرطان، فهن اخذين فكره بدايه انه اي شيء انه مباشره هو سرطان، فنحن بنحاول انه نبسط لها المعلومات الطبيه بشكل كتير قريب وبسيط لحتى هي انه تفهمه وتاخده، ونبسط لها طبعا ما هيك ابتسامه خفيفه مشان نفسيتها ترتاح.
وهلا مشاهدين طبعا متابعين نحن بهيدي الجوله وصلنا لقسم الاشعه الماموغراف. طبعا هيدا القسم كمان يلي هو الاهم يمكن بالجميع، القسم الفني لحتى تستكمل طبعا الفحوصات المستمره والدوريه للسيدات. خلونا نشوف سوا هون فني الاشعه. من لك سعد اوقاتك ويعطيك الف عافيه. هلا حياتي واوقاتك. يعني نتعرف على حضرتك. رنا خطيب فنيه الاشعه بالجمعيه السوريه. اهلا وسهلا فيك. خبرينا عن هيدا القسم، يعني قديش كمان كتير مهم وبيساعدكم لحتى تتم دائما الفحوصات المستمره، الكشف المبكر عن امراض. هلا بموضوع الكشف المبكر، هو الاهم هي صوره الماموغرافي، ونحن طبعا الجمعيه مجهزه باحدث جهاز ماموغرافي واحدث جهاز سي ار. المفروض الماموغرافي ما ينعمل تحت سن الأربعين، هو بينعمل من الأربعين وما فوق للكشف المبكر، يعني لنشوف تكلسات دقيقه، هي بتكون مرحله ما قبل سرطان لسه، فما بيكشفها غير جهاز الماموغرافي. بالنسبه لفحص الماموغراف كيف كانت النسب؟ هل كمان كان في تشجيع ونسب عاليه للسيدات اللي اجوا فحصوا حالهم بالماموغراف؟ هيدي السنة سنة 2021 طبعا كان بنسبة انه نحن اقل من سنة 2020، وحتى النسبة اللي كانت 2020 هي اقل من سنة 2019. شو برأيك السبب؟ السبب هو الوعي وحملات التوعية، صارت العالم مستوعبة اكثر انه نحن لازم نعمل فحص دوري حتى لو المريضة ما انا حاسة بشي، وهذا يفضل غير لما انا تكون المريضة جالسة كتلة عملت لأي تغييرات بالثدي، فهي تعتبر بدرجة متأخرة. هاي السنة بحملة شهر 10 كان في عنا حالة، وهي حالة نادرة جدا، يعني بتصير هي واحدة من بين 10,000 سيدة اللي هي سرطان ثدي وبالثديين، يعني هي أول حالة نحن بتمرق علينا بهيدا الشكل. وهلأ مشاهدينا رح نكون مع إحدى السيدات اللي دائما في زيارة مستمرة للجمعية الخيرية السورية لأمراض سرطان الثدي للكشف طبعا عن الثدي في حال وجود اي اصابه لا سمح الله. هون معنا السيده، بنقول لك يعطيك الف عافيه ونتعرف عليها. الله يعافيك. اهلا عائده الشامي. اهلا وسهلا فيكي. مدام انت دائما بتجي بشكل مستمر لهون على الجمعيه بتعملي فحص؟ ايه كل سنه. كل سنه بتجي؟ ايه كل سنه. السنه الماضيه عملتها، قام طلع عندي كتله، الدكتور الموجود هون بالجمعيه عمل لي العمليه وطلعت الحمد لله سليمه. الحمد لله رب العالمين. كشف عادي يعني. يعني بتجي انت بشكل مستمر، يعني كنتي من قبل كل سنه من اي عام؟ يعني خلينا نقول من كم سنه انت كنتي؟ سنه. ثلاث سنوات. ايه. كنتي تجي يعني لوحدك ولا لا؟ انه مثلا الوعي كنتي تسمعي بالشهر الوردي انه لازم تروحي تفحصي حالك، لازم كذا، يعني كيف على اي اساس انت يعني كنتي تجي كل عام؟ أنا من ثلاث سنين سمعت إنه في حملة، نزلت سجلت دور وعملت الصورة فيها، ومن بعدها مستمرة كل سنة الحمد لله. أكيد على السلامة. وقد إيه أنتِ هون كمثال بتشجعي لكل سيدة وصبية تجي تفحص حالها؟ يعني الحمد لله ممكن تطلع الكتلة سليمة، ممكن أبدا ما يكون في أي شيء، وحتى إذا كان في شيء ما في شيء بخوف، يعني دائما بالكشف المبكر نحن قادرين نوصل للعلاج بأسرع وقت. أكيد أكيد أنا بشجع كل سيدة إنه تجي تعمل صورة كل سنة، يعني حملي واللي من دون حملي، يعني إنه تعمل الصورة. شجعنا تجي لهون على الجمعية. برحب فيكم مشاهدينا من جديد، وهلأ طبعا وصلنا للأقسام الموجودة بالجمعية رح نتعرف عليها أكيد، لكن بالبداية بدنا نتعرف على الأنشطة المقدمة من قبل الجمعية الخيرية السورية لأورام الثدي اللي عم بتقدمها للمراجعات والمرضى اللي دائما هن بيقصدوا بشكل مستمر الجمعية الخيرية. بالبداية رح نكون مع السيدة غراء الطالب رئيس لجنة نشاطات الجمعية الخيرية السورية لأورام الثدي. بنقول لك يسعد أوقاتك ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم بالجمعيه. بالبدايه ست غراء، خلينا نتعرف على النشاطات والخدمات اللي عم تقدمها الجمعيه الخيريه السوريه لامراض الثدي. هلا بالنسبه للخدمات، نحن بنقدم الايكو لتحت سن الأربعين، فوق الأربعين بنقدم ايكو وماموغراف. اما بالنسبه للنشاطات، هلا حاليا عم نعتمد انه المصابات اللي عنا نعمل لهم نشاطات لحتى ينخرطوا بالمجتمع يصيروا منتجين. فهلا عم نساوي لهم في الشهر الماضي، في شهر الوردي كان عندنا نشاطات صناعة الصابون وسائل الجلي والجيل الأخضر، علمنا المصابات والناجيات بنفس الوقت حتى يتعلموا مهنة يقدروا يعيشوا منها حتى ببيوتهم، وشغلات بسيطة بتكلفة قليلة.
وهلا حتى عندنا كمان هلا بدنا نقدمهم اسا الخرز. في دوره هلا في عندنا دوره خرز للمصابات، لحن على مبدا انه اعطيني علمني اصطياد السمك من دون ما اعطيه سمكه. طبعا الانشطه كثيره اللي كانت عم تقدمها هيدي الجمعيه بالخبرات الطبيه وبالخبرات الانسانيه والاجتماعيه الموجوده ضمن هي الجمعيه. اكيد نحن بنوجه شكر لكل الكادر الانساني قبل ان يكون الطبي الموجود ضمن هذه الجمعيه لتقديم الخدمات لكل السيدات، طبعا ابتداء من الدكتوره سوسن مطحيه الى الدكتور صفوان عابدين اللي عم بيكونوا بشكل مستمر طبعا مع الكادر باكمله من ضمن الخدمات الموجوده بالجمعيه. طبعا لفتني نظري من ضمن هذه الجمعيه هذه اللوحه اللي كانت من ضمن الانشطه واللي عم بيقدموها اطفال، كشاف اللاذقية تبرعات زهرات الفوج 33. يعني هون ست غراء، يعني عم نشوف نحن هيدي اللوحة وخصوصا إذا كانت من أطفال فالبراءة موجودة والمسؤولية أيضا موجودة والإحساس بالآخرين موجود، فخبرينا عن هيدا النشاط. كنا عاملين مسير فمن زهرات مشاركنا الفوج 33، زهرات الأطفال حبوا يتبرعوا بمصروفهم، مبادرة منهم خاصة ما حدا أبدا، هي مبادرة منهم شخصية، قدموا مصروفهم. فعنا السيدة زينب إبراهيم حطينا التبرعات اللي لهم وعملت لهم هي اللوحة واحتفظنا فيها كرمز حتى الطفولة، يعني ببراءتهم يعني بطيبتهم بعفويتهم حبوا، يعني هذا اللي فينهم يقدرون احنا قدرنا، يعني هي صورة معنوية أكثر ما نقيمة مادية. كنا معكم مشاهدينا من الجمعية الخيرية السورية لأورام الثدي، يعني وشفنا الأقسام الموجودة بهيدي الجمعية، يعني فعلا لازم يكون هي رسالة اليوم لكل سيدة وصبية دائما بالفحوصات المستمرة، الجمعيات موجودة، المراكز الصحية موجودة، أيضا الأجهزة موجودة لحتى يكون في استمرارية دائما بالفحوصات والكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لا سمح الله إذا كان موجود. أكيد تمنياتنا السلامة للجميع، عافاكم الله وعافانا من كل مرض. إلى اللقاء بحلقة جديدة.